ومتابعة لكل الاتصالات الدولية والتطورات الميدانية، الوضع الإنساني وقراءة أوسع بمواقف الفرقاء داخل السودان، نرحب بضيفينا من العاصمة الخرطوم الكاتبة الصحفية المعروفة عابدة مختار. أهلا بك أستاذة مختار، كما نرحب بضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة مدير تحرير التقرير الاستراتيجي العربي. أهلا بك أستاذ محمد عز العرب. أبدأ معك سيدة مختار، مفارقات تطبع اليوم الثاني للهدنة، هدنة العيد، واليوم الأول من الأسبوع الثاني لهذه المواجهات، اشتداد المعارك في محيط المطار وفي محيط القصر الجمهوري، فيما تسارع الدول لإجلاء رعاياها. أي مؤشرات يمكن قراءتها وماذا بقي من هذه الهدنة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناة سكاي نيوز. أولا الوضع الآن في السودان هو وضع حرج جدا، يعني تم اختراق الهدنة منذ الساعات الأولى، يعني صباح العيد الأول السادس صباحا تم يعني الضرب، أو رأينا الطائرات تحوم في سماء الخرطوم وتضرب وتقصف بعض المواقع، فعلمنا أن الهدنة قد يعني تماما. والآن هنالك حالة من الترويع بالنسبة للمواطنين من خلال القصف العشوائي، الطائرات تقصف وأيضا المدافع الثقيلة تقصف عدد من المواقع. يعني قبل قليل تم ضرب أسرة كاملة في منطقة أمبدة بأم درمان، يعني أبيدت الأسرة بكاملة، ونحن الآن نرى طائرة تتهاوى في جسر شمبات، طائرة حربية تقع على جسر شمبات، مدافع ثقيلة يعني تضرب وطيران يقصف، والوضع لا يستطيع أحد يقول أنه تسيطر. ولكن كل هذه القراءة أستاذة عابدة يعني بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اشتداد للمعارك، دخول أسلحة نوعية ومخاطر أكبر على المدنيين. والله نحن نخاف يدخل السودان في أذون حرب أهلية، طالما أن الحرب مستمر بهذه الكثافة يعني يتوقع أنه تدخل البلاد في أذون حرب أهلية، يعني حتكون نتائج سيئة جدا على الأرض. الآن معاناة المواطنين الاقتصادية بصورة سيئة منذ الأيام اللي مضت، هنالك شح كبير في المواد الغذائية، صفوف طويلة جدا في الأفران، وخلاء فاحش جدا في المواد. المواطنين الآن يشكون يعني سوء الحالة الاقتصادية، الجوع تحت والقاذفات من فوق، فلا يدرون ما يفعلون وأين يذهبون. على الأرض الآن نرى يعني سيارات قوات الدعم السريع تجوب العاصمة في كل مكان، ونجري اتصالات مع بعض الأهل في بعض المناطق، نقول لهم من هو على الأرض، يقولون قوات الدعم السريع. يعني نحن نقول إنه الحرب الآن في السودان ليس هناك خاسر فيها، على الجميع يعني أن يحكموا صوت العقل الآن، يعني ماذا يستفيدون من هذه. أيضا يعني وجد بعض الأقارب سجناء، فقالوا لهم إنه بعض القوات التي ترتدي الزي زي قوات الدعم السريع، وهم ليس قوات الدعم السريع، اقتحموا السجن وأطلقوا سراح السجناء، فهذه كارثة على الأرض أخرى. سأعود معك إلى كل هذه النقاط أستاذة عابدة في هذا الحوار الطويل معك ومع ضيفنا من القاهرة، ولكن نقطة بالغة الأهمية أستاذ محمد، تحدثت ضيفتنا من الخرطوم عن معادلة فعلا مقلقة، قالت الجوع من تحت والقصف والموت من فوق، وهنالك تحذيرات جدية من أن تتحول هذه المواجهات إلى حرب أهلية. ما المطلوب اليوم داخليا وتغيب كل الاتصالات الجدية، فيما يغيب أيضا الموقف الدولي الحاسم وتنظر الدول لإجلاء رعاياها المحاصرين من الأراضي السودانية فقط حتى هذه اللحظة؟ المطلوب هو تحكيم صوت العقل، لكن للأسف عندما تشتد المعارك، عندما يحدث مواجهات ما بين السلطة ذات الرأسين وتغيب القوة الإلزامية الإقراهية من الأطراف الخارجية سواء الإقليمية والدولية، سوف لا يكون هناك استقرار للأوضاع على المدى الزمني القصير أو المتوسط. المسار المحتمل هو حرب داخلية مفتوحة ما بين قوات مسلحة نظامية
وما بين قوات شبه عسكرية، ما بين طرف يمتلك أسلحة مختلفة في القوات البرية والبحرية والجوية، في مقابل طرف آخر يمتلك أيضا أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ما بين طرف يعبر عن الدولة، ما بين طرف آخر يعبر عن فاعل مسلح استطاع أن يبني حواضن مجتمعية على مدار عقد منذ عام 2013، قوات تناهز 100,000 مقاتل تنتشر بصفة رئيسية في العاصمة وبالإضافة إلى الأطراف. ولذلك أنا أعتقد أن إذا كانت المرحلة الحالية هو مواجهات محتدمة في المركز، ربما تمتد في مرحلة لاحقة إلى الأطراف. الملمح الأول من وجهة نظري لمعركة لتفاعلات اليوم هو إدراك الدول الخارجية أن مسرح العمليات في السودان مفتوح، وستكون الاشتباكات أكثر دواراوة خلال المرحلة المقبلة. ولذلك تحولت كل الإعلانات التي طرحتها بعض الدول في مقدمتها الولايات المتحدة إلى التفكير في إجلاء رعاياها إلى سلوك فعلي خلال المرحلة المقبلة. هذا السلوك تمثل الأول في إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح البرهان لضرورة إجلاء تلق الرعاية، وهذا حدث بالنسبة للولايات المتحدة، حدث بالنسبة لألمانيا، حدث بالنسبة لبريطانيا، حدث بالنسبة لأسبانيا، حدث بالنسبة لعدد من الدول العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية، الإمارات، المملكة الأردنية، مصر. كانت هناك أحاديث خلال الأيام الماضية عن خروج عبر المنافذ البرية رغم ما تنطوى عليه من عدم القدرة على التأمين الكامل. فهذا الملمح بيعبر عن إدراك هذه الدول أن الاشتباكات سعود. أستاذ محمد، في الجزء الثاني من هذا الحوار إلى اليوم، مخاطر هذه الحرب الشاملة أو ما أشارت إليه ضيفتنا مباشرة من الخرطوم، نتابع هذه الصور أيضا الحية من العاصمة السودانية لإطلاق نيران في هذه الأثناء، يشتد هذا القصف. النقطة الهامة التي أثرتها أستاذة عابدة وهي المخاطر اليوم والجوع المحدق في الداخل، سعود في الجزء الثاني لحوار الحرب الشاملة كيف سننعكس على دول الجوار السوداني وعلى العالم بأسره، ولكن هذه النقطة بالغة الأهمية، الشلل أو انهيار كل البنية التحتية في السودان، وتابعنا النتائج في 7 أيام فقط على المواجهات. اليوم بدأ الأسبوع الثاني في يومه الأول، اليوم الثامن على هذه المواجهات الشرسة. نعم، انهيار كامل للبنية التحتية. نعم خرطوم ايضا، يعني نرى، يعني انا اقول لك انه يقولون اجلاء الرعايا الان، كيف يجلون الرعايا والطائرات تتهاوى امام المدافع الان؟ هنالك طائره وقعت، يعني الان يعني من يدير المعركه بصراحه ووصل ووعى اليها الشعب السوداني ان هنالك المجاهدين او ما يسمون انفسهم بالقوات الظل التي يقودها علي كرتي، التي الآن تحارب باسم الجيش. هذا ما وصل إلى قناعة الناس. القوات المسلحة السودانية أخي الكريم لا يمكن أن تقتل شعبها، نحن نثق تماما في قواتنا ونعزها وهي سيادة هذا السودان. الآن من يقتل هم هذه القوات، هذه الفلول يريدون إعادة السيطرة من جديد، وهذا يصعب حتى لو انتصروا. من يحكمون؟ والله لن يحكموا هذا الشعب الذي قاد ثورة وضحى من أجلها. أريد أن أقول لك كيف يجلون بواسطة الطائرات البرهان، لا لا، كيف يؤكد هو الأمر ليس بيده، وهو يعرض هؤلاء الرعايا إلى 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 يعني إلى الموت. لذلك الأمر ليس بيد البرهان الآن كي يقرر، لأن المعركة لم تحسم. نحن نرى في الشوارع قوات نشطة، قوات يعني تعارك باحترافية عالية وهنا وهناك، وهي يعني متمرسة في حرب الحرب التي تديرها الآن. فالأمر يجب أن يعي المجتمع الدولي أنه أي إجلاء لرعاياه بواسطة الطيران سيعرض حياته إلى الخطر. لكنني أقول عبر هذه القناة، يعني بالضرورة أنه المجتمع الدولي يدخل ويحكم هذه الأوضاع الإنسانية. يا أيها المجتمع الدولي، ترانا نقتل نساء وأطفالا، وأنت ترى وتريد أن تحتم المعركة
هنا في السودان يجب أن تتدخل هذه القوات، أمريكا، كل القوات الآن يعني الدول، يعني لماذا لم تحسم هذه المعركة وتجنب البلاد، تجنب المواطن السوداني هذه الأوضاع الكارثية؟ نحن نموت الآن من الجوع، المواطن يموت من الجوع والقوات تتحارب. تتحاربون من أجل من؟ نحن المواطن الذي تتحاربون من أجله يموت، تحكمون من بعد هذا؟ طيب أستاذ عز العرب، هذه الصرخة التي تطلقها أستاذة المختار سمعناها عبر عدد كبير من الضيوف الذين يحذرون اليوم من انهيار تام لكل اليوم البنية التحتية، من مجزرة ترتكب بحق الشعب السوداني، من مستفيدين من طرف ثالث قد يشعل هذه المواجهات ويحول البلاد إلى حرب مفتوحة. المجتمع الدولي قد يتأخر اليوم في الذهاب إلى تسوية أو إلى معالجات واضحة، أم أن الأطراف في الداخل لن تصغي؟ أنا أعتقد المسارين مترابطين. أولا في أتون العمليات والاشتباكات المسلحة والعمليات العسكرية يغيب صوت العقل في مقابل يسمو صوت التشدد، صوت الرصاص اللي بتذيعه قناة سكاي نيوز عربية هو الذي حاكم العملية الميدانية في مقابل تراجع أصوات أو الإنصات لأصوات الداعمين للعملية السياسية. وبالتالي أنا أعتقد أن جزء منها مرتبط برغبة طرفي الصراع إلى أنه يخوض مباراة صفرية، إما أو وليس إما و. وبالتالي القوات المسلحة النظامية ترى أن الطرف الآخر هم ميليشيا مسلحة، قوة تريد أن تجعل نفسها قوة مستقلة في الساحة السودانية. هناك تباينات في النظر لإدارة المرحلة الانتقالية وملفات السياسة الخارجية وفيما يتعلق بمدى القدرة على إدماج قوات الدعم السريع في داخل الجيش السوداني والخلاف حول المدى الزمني لهذا الإدماج. ضعفت تلك هذه الملفات الخلافية والقضايا العالقة من مساحات التلاقي ما بين رأسي السلطة البرهان وحميدتي، على نحو يجعل أن انهيار الثقة خاصة في ظل توصيفات بالغة الصعوبة، البرهان يصفها بأنها ميليشيا مسلحة وقوات متمردة، في مقابل أن حميدتي يصف البرهان بأنه مجرم ولا بد من محاسبته، على نحو يجعل الوصول إلى تسويات مرضية ما بين الطرفين ضعيفة للغاية. أضف إلى ذلك إلى أن القوة الدولية ما يشغلها سواء دول هو القدرة على تأمين وإغلاء رعاياها، الحفاظ على استثماراتها بشكل أو بآخر، عدم امتلاك أوراق ضاغطة بشكل كبير. ربما بدأ التفكير خلال الأيام الماضية من جانب الولايات المتحدة عبر تلويح بعض أعضاء داخل الكونغرس في فرض بعض العقوبات إذا ما استمر إطلاق النار على بعض الرموز سواء داخل القوات المسلحة السودانية أو داخل قوات الدعم السريع. النقطة البالغة الأهمية أن مرتبطة أيضا بالأبعاد الداخلية والخارجية أيضا، وهي أن ازدياد مساحة الاشتباكات المسلحة تضعف القدرة على إيجاد ممرات إنسانية بالنسبة للمدنيين والمقيمين على أرض السودان، بما يجعلهم هدف في لحظة ما لتلك الاشتباكات. النقطة الثالثة، رغم كل ما أعلن من جانب وزارة الصحة السودانية حول أن المشافي الصحية والطواقم الطبية استطاعت أن تقوم بدورها خلال اليومين الماضيين مقارنة بالأيام الستة الماضية، لكن لا يمكن التعويل على استعادة هذا الدور لفترة نسبية أكبر، بسبب أن تلك المشافي الصحية صارت هدفا، وربما لا يمكن إدخال بعض المعدات
أو بعض المساعدات الإنسانية القادمة من بعض الهيئات الدولية، سواء كانت منظمة الصحة العالمية أو برنامج الغذاء العالمي. نقطة أخرى بالغة الأهمية، وهي أن الوضع الاقتصادي والمعيشي بالغ السوء داخل السودان، وكل طرف يحاول أن يضغط على الطرف الآخر كما لو أنه يضغط عليه، ولا يتم الوضع في الحسبان مصالح فئة عريضة من المجتمع السوداني ليست لديها ناقة ولا جمل من هذا الصراع. فنجد أن هناك نفاذ من جانب السلع في الأسواق الرئيسية، التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية سعر الجنيه السوداني، ارتفاع معدل التضخم، الارتفاع المغالي في الأسعار بدرجة كبيرة، عدم القدرة على حتى بعض العناصر السودانية لديها مأزق في النزوح الداخلي، يعني في الأحوال العادية في مواسم عيد الفطر هناك بعض العناصر المقيمة في العاصمة الخرطوم كانت تريد الذهاب إلى بعض أسرها الممتدة في بعض المناطق والولايات السودانية الأخرى، صارت يتعذر عليها حدوث ذلك، وإن نزحت تنزح إلى بعض المناطق القريبة من العاصمة بشكل أو بآخر. وبالتالي التعقيدات بالغة الصعوبة، سواء مرتبطة بوضع داخلي بالغ الصعوبة أو وضع الخارجي لا يستطيع النفاذ للمساعدة بشكل أو بآخر. أستاذة مختار، مفارقات سألتك عنها بداية، ولكن الواقع اليوم قد يفرض على طرفي المواجهات تقديم تنازلات. هل بدأت الضغوط الدولية، وأي دور لدول الجوار التي تستشعر بهذه المخاطر الحقيقية؟ طيب دعني قبل ذلك أقول لك أني أنا أسمع الآن صوت الطائرات فوق رأسي، يعني صوت الطائرات تحوم فوق رأسي، لكن الحق دوما أخي الكريم، الحق أبلج والباطل لجلج. يعني نحن منذ بداية هذه الكارثة واليوم التاسع لها، يعني على الأرض لم نرى أي من قوات الشعب المسلحة يعني تقف معنا وتسندنا وتواسينا وتطمئننا. نحن فقط نرى قوات الدعم السريع المنتشرة الآن، يعني هذه القوات يعني قوات يعني أصبحت الآن تدعم وتؤمن كل المواطنين، يعني حتى في مواقعهم وفي سكناتهم. الآن بالحي القربي منا يعني هناك جماعة أتوا لكسر بعض المحال التجارية، منعوهم وحموهم وحموا المواطنين وأكدوا لهم أبقوا في منازلكم يعني ولن يأتي لكم شيء طول ما إنه نحن موجودين. أين الآن القوات المسلحة السودانية التي هي يعني تقف مع هذا الشعب منذ استقلال السودان وقبله وتساندهم وتقف معهم؟ يعني لماذا يعني الآن هذا التعامل بهذه الصورة بخصوص التدخل الدولي أو الإقليمي؟ فقط الاتصالات الآن تتم إنه أوقفوا على الجانبين الحسم، يعني التوقف فورا عن هذه المعركة. الجانبين أنا أرى إنه يعني الدعم السريع وحسب التصريحات من قائده هو يعني يعلن أنه سيتوقف عن الحرب الآن لهذه الهدنة، لكن قوات الفلول التي تقود القوات المسلحة السودانية لن تتوقف، هي الآن تضرب وهي الآن تفرض نفسها على البرهان نفسه. البرهان الآن يعني يدير حرب بالوكالة، هو مجبور عليها. أنا أعلم إنه شرفاء القوات المسلحة لن يضربوا هذا الشعب السوداني، إلا إنه يعني حكومة الإنقاذ التي تريد أن تعيد نفسها من جديد لتحكم السودان هي من تضربنا الآن. لكن نحن شباب الثورة الذين صنعوا هذه الثورة وضحوا من أجلها لن يتركوا للكيزان ولحكومة المؤتمر الوطني أن تعود من جديد عبر بوابة القوات المسلحة السودانية. يعني هذه يعني وعود قطعناها على بعضنا، ولو كان على آخر جسد لن نسمح للقوات التي يعني يقودها الفلول أن الآن أن تحكمنا من جديد، وإلا سوف تأتي لتحكم أرض من غير ناس. يعني إذا كان استمر أمر القصف من البرهان وفلول الكيزان الذين يقودون الآن الجيش، والله سنطمع نحن حتى النساء والأطفال نموت في الشوارع، لكن لن يجدوا وطنا ولن يجدوا أرضا يحكموها. كفى علينا 30 عام يعني تم تهميشنا، تقطع فيها السودان جنوبا
والآن إذا ظلت هذه الحرسة انقطعت ستنقطع الأفكار، أهلها سيقطعوها، لأن هنالك تهميش، هناك خطاب كراهية، هناك تمييز. حتى الآن في هذه الحرب يميزون، يجدوا هذا يميزوا هذا فلان وكذا، هذا من الإقليم الفلاني. هذه الحرب الآن ستدخل في حد. طيب أستاذ محمد، أمام هذا الألم الذي تنقله لنا أستاذة عابدة وهذه الصرخة، هو صوت عشرات ألاف وربما مئات ألاف السودانيين الذين اليوم يقبعون في منازلهم ويخشون هذا الواقع المؤلم وهذه المأساة. هنا أعود للسؤال الذي طرحته بشكل يعني مختلف على أستاذة عابدة، أي دور المجتمع الدولي الذي حتى هذه اللحظة ينشغل في إخراج رعاياه، وهذا حق طبيعي، ولكن لا موقف حاسم بشأن التطورات المقلقة والمرعبة؟ الموقف لا يرتبط بموقف الأطراف الدولية بقدر ما يرتبط برغبات الأطراف الداخلية. الطرف الدولي منغمس أيضا في العديد من الأزمات الدولية الكبيرة، يعني الاشتباكات المسلحة في السودان. لا تنسينا أن الأطراف الدولية منغمسة بشكل أو بآخر في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. هناك حرب ولها تأثيرات ضخمة لا زالت تمتد بعد مرور عام وشهرين على اندلاعها، فيما يتعلق بنقص إمدادات الطاقة وسلاسل الغذاء والتأثير على العلاقات الدولية مع أطراف في مناطق وأقاليم جغرافية مختلفة. أعود لسؤال حضرتك فيما يتعلق بالأطراف الدولية. الأطراف الدولية موقفها منحصر في إصدار بيانات سياسية تندد منذ الأول وحتى اليوم الثامن فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار، اللجوء إلى الحوار، النزوع إلى التفاوض بشكل أو بآخر. ماذا جرى؟ كان هناك ضغوط للتوصل لهدنة، حتى الهدنة الأولى التي تم التوصل إليها منذ عدة أيام ولمدة 24 ساعة لم يتم الالتزام بها من جانب طرفي الصراع. الهدنة الثانية التي أعلن الطرفين أنهم ملتزمان بتثبيتها منذ صباح أمس وحتى نهاية الغد لم يتم الالتزام بها، وأصوات الاشتباكات اللي هي بتذاعها شاشة سكاي نيوز عربية خير دليل على ذلك. الأكثر أهمية أن اللي بيبرر أن الأطراف الداخلية هي لها الدور الكبير، لم حتى هذه اللحظة تفلح في تخصيص بعض الممرات الإنسانية التي تكون من شأنها إدخال مساعدات سواء غذائية أو إنسانية أو صحية أو دوائية، سواء بالنسبة للمدنيين أو للمقيمين، بل أن هناك إصابات بشكل أو بآخر لصفوف المدنيين. وبالتالي المخرج الأساسي هو مرتبط بالأطراف الداخلية، لكن الأطراف الداخلية المتصارعة تصر إنها دخل معركة، وهي مدركة منذ لحظة التفكير في الدخول إنها ليست مقدمة سهلة للتمهيد للخروج. الخروج ليس عملية يسيرة، من المبكر الحديث عنها. نحن إزاء عملية حرب أهلية واسعة النطاق سوف تمتد نفس تأثيراتها من المركز إلى الأطراف، وسوف تمتد تأثيرتها كما جاء في تقرير مجموعة الأزمات الدولية كرايزيس جروب لبعض دول الجوار الجغرافي من زوايا عديدة أستاذ العزيز. الزاوية الأولى وهي أنها تتيح المجال للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة الخطرة على طول خطوط الحدود المباشرة للسودان مع بعض الدول الجوار، سواء مع مصر أو مع ليبيا أو مع تشاد أو مع أثيوبيا للعمل. هنا أتحدث عن جماعات وفروع لتنظيم القاعدة، جماعة بوكو حرام وبعض التنظيمات الأخرى. هناك أيضا أستاذ عز العرب، سأعود إلى كل هذه النقاط، لدول الجوار، لتشاد، تسرب السلاح، دولة جنوب السودان الهشة. ولكن أستاذ عابدة، سنعود إلى هذه الصور المباشرة مع اشتداد الطلقات النارية والقصف، وكانت نقلت لنا أستاذة مختار عن قرب هذه
الصور من العاصمة السودانية الخرطوم. أستاذ مختار، حكومات عديدة ربما تؤثر على مجريات الأحداث في السودان على خطورتها، المصالح الدولية المتضاربة، ثروات البلاد، الذهب، الزراعة، هي ملفات أساسية في هذه المواجهة بين طرفي النزاع، ولكن أيضا هناك مصالح دولية تحديدا على البحر الأحمر، تحديدا المواجهة اليوم في أوكرانيا الروسية الأمريكية كانت تتحول أيضا إلى السودان الذي كانت تتجه حكومته العسكرية لتوقيع معاهدات مع موسكو. أنت تعرف أن السودان به ثروات ضخمة جدا، وأصبح طيلة الفترة السابقة هو يعني محط لأنظار كل دول العالم أنها تدخل وتستفيد من هذه الثروات الموجودة في السودان. وحتى يعني قسم السودان إلى محاور، هذه الدولة الكذا وهذه الدولة الكذا. يعني هذه الثروات الضخمة التي يستفيد منها السودان بالطبع نحن نتوقع أن يحدث هذا الانفلات، حتى أنه هذا الانفلات سيؤدي إلى نهب هذه الثروات بطريقة أو بأخرى من خلال الدول الطامعة في هذه الثروات هذه الثروات، باعتبار أنه الحرب الروسية الأوكرانية يعني أفرزت بظلال سالبة جدا على الاقتصاد العالمي، وأفرزت بظلال سالبة على الاقتصاد في الدول الأفريقية المستفيدة من ما يقدمه أو تقدمه هذه الدول من قمح وغيره في على الأرض. الآن يعني أنا كنت أتوقع من الدول العربية كالسعودية، هذه الدولة التي نحترمها جدا ونكن لها كل التقدير والاحترام، أن تتدخل كان لتحسم هذه المعارك التي تدور الآن. أيضا كنت أتوقع من دولة الإمارات الشقيقة أن تتدخل، يعني الدور العربي من المفترض كان يكون حاضر، أيضا الدور الأفريقي من المفترض أن يكون حاضر في هذه الأزمة. يعني لما تربع هذه الدول أيديها حتى يعني تريد أن ترى السودان خرابا وتأتي من بعد ذلك لتقول ماذا الآن؟ نعم. كما ذكرت لك يعني متوقع يعني حدوث الحرب الأهلية. نعم. ويدخل فيها المواطنين وتدخل فيها هذه الحدود. نعم. المفتوحة، السودان حدود. نعم. مع 5-8 دولة. حدود هشتة جدا، يمكن أن تدخل العصابات. نعم. يمكن أن تدخل حتى. نعم. أستاذ داعش. داعش هذه داعش ممكن أن طبعا ملفات عديدة بالغة الدقة وبالغة الخطورة قد تذهب إليها كل احتمالات أي حرب طويلة في السودان. الكاتبة الصحفية عابدة مختار كنت معنا مباشرة من العاصمة الخرطوم، ومن استديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة المصرية القاهرة مدير تحرير التقرير الاستراتيجي العربي محمد عز العرب، شكرا جزيلا لكما في هذه التغطية المستمرة.